لم يكن رئيس مجلس إدارة مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك الدكتور ركان علام يتوقع أنه سيجلس يوما في سرير المرض بعد تعرضه للضرب وتعرض واجهة المستشفى ومكاتبه للتحطيم، لأن مريضة تدعى جميلة الحش حسن كانت تعالج تحت أشرافه توفيت. هجموا على المكتب وكسروا الأبواب والمكتب في داخل المكتب، فلجأت إلى مكتب موازي حيث اختبأت إلى أن جاءت القوى الأمنية وحلت الإشكال. واحتجاجا على هذه الحادثة تجمع الأطباء والموظفون العاملون في دار الأمل أمام مبنى المستشفى مطالبين بالاقتصاص من الفاعلين. نطالب المسؤولين الأمنيين والمعنيين في هذه المنطقة بالتحرك السريع والجاد للقبض على المعتدين وإنزال أشد العقوبات بهم. ولاحقا تجمع ذوو الضحية وقطعوا الطريق العام. تلفنونا تاني يوم الساعة 12 بيقولوا أختكم تعبانة، رحنا نشوف شو الموضوع. كان بعد ما وصل دكتور القلب، شو الوضع؟ قال الوضع صار هلا سيطرنا عليه وما بعرف شو. كانت المريضة متوفاة وعم يضحكوا علينا وطلعوها على عينيها، قال ما في عندهم غرفة عينيها فاضية. طلعوا على عينيها هربوها، بس فاتت لجوا طلع الدكتور بيقول لنا ان شاء الله بتسلم وتوفي. بعدين لحتى اجى الدكتور كان عليه الساعه 5، فتنا عم نحكي معه، يعني قابلنا بكل قله تهذيب وقله احترام، تهجم علينا وانه يعني ماتت مريضه شو المشكله؟ ابنه كان معنا كمان سحب سلاحه علينا ونحن حقنا عنده شخصي. وتوجه الأهالي إلى الأجهزة الأمنية داعين إياها إلى الاطلاع بدورها والقيام باللازم.